بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة اليوم راح نكمل مجموعة الجرام نيجاتيف بمجموعة البكتيريا اللي هي سالبة لصورة الجرام. المحاضرة السابقة طرقنا النايسيريا والأنواع مالتها، اليوم راح نكمل الأجناس اللي أيضا هي تابعة إلى جرام نيجاتيف، وراح ناخذ عائلة كبيرة جدا هي عائلة الإنتيروبكتريسي، وهذه العائلة تضم مجموعة من الأجناس. راح نقدر نغطي ايش قد ما نقدر من هذه الاجناس اللي تابعه لهي العائله. راح اليوم راح نركز على جنسين اللي هو الاشريشيا وعلى الكليبتيلا. فبالبدايه راح نطلع نشوف شنو هاي عائله الانتيروبكتريس. من اسمها انتيرو من معناه انه هذه موجوده بالامعاء بالانتستين، وهذه بما انه اسمها عائله يعني معناه انه تضم في ضمنها مجموعة كبيرة من الأجناس، لأن الجنس هو يجي بعد العائلة، والجنس هو كل جنس هو يحوي مجموعة أنواع. فهذه التسمية الانتيروبكتريسي، إذا جميع البكتيريا اللي موجودة بالانتستين بالأمعاء بالنسبة للإنسان أو يسموه بالجت، فلذلك ممكن تأخذ أسماء ثانية. It also refer enterobacteria بكتيريا المعوية أو enteric bacteria. فإذا الاسمين هنا قريبة على اسم العائلة، وكلهن قلنا بأنه تحمل معنى واحد، أنه هذه البكتيريا تواجدها الطبيعي يكون في الجهاز الهضمي للإنسان. بصورة عامة قبل ما ندخل بالأجناس، صفات العامة لهذه العائلة واللي تشمل تقريبا كل المجاميع اللي فيها، أنه قلنا هي جرام نيجاتيف، تصطبغ بصبغة جرام النوع السالب، يعني تاخذ الجزء الثاني من صبغة جرام. وعدد الاجناس اللي يضمها هاي العائله انتم ناو لحد الان 30 جنس 30 جنرا، ومجموع الانواع ضمن هاي 30 جنس هو تقريبا 100 سبيشيز 100 نوع. اذا هذه العائله الكبيره تضم تشمل 30 جنس، وضمن 30 جنس هي ضمن 100 نوع، لان كل هي نسميها بالانتريك بكتيريا او الانتيروبكتريس. الصفات اللي تشترك بها البكتيريا انه تكون شكلها مورفولوجي رود، شكلها عصوي او يسموه بعض الاحيان باسيلاي، موتايل قد تكون متحركه، وبعضها يكون نون موتايل حسب الجنس اللي تابع له. معيشتها تحتاج فاكولتاتيف انيروبيك، يعني قد تعيش بوجود الهواء، واذا كان كميه قليله من الهواء ايضا ممكن تستمر. وعدها القابليه فرمنتيشن اوف شجر، انه تقمر السكريات، وحتى تنتج بالنتيجه مجموعه من الحوامض، اهم هذه الحوامض هو اللاكتيك اسيد. اذا هذه صفات عامه للمجموعه، شكلها العصوي والتهويه مالتها وقدرتها على تخمر السكريات. إذا سوينا فحص الأوكسيديز تنطي نيجاتيف، فحص الكاتاليز بعضها يكون بوزيتيف بعضها يكون نيجاتيف حسب الجنس اللي ناخذ صفاته. فإذا يكون كاتاليز variable between positive and negative depending on the genus. أكثر هذه العائلة قلنا موجودها الطبيعي وين؟ موجودة كنورمال فلورا بالجت، الجت اللي يقصد بها الأمعاء اللي هي الانتستين. فاذا هي موجوده بالامعاء، ولكن بعضها مو فقط موجود في امعاء الانسان او الحيوان، ممكن ايضا نشوفها بالانفايرمنت بالبيئه، في الووتر في المياه او السويل التربه، او حتى بشكل باراسايت اوف ديفرنت انيمال اند بلانت، حتى انه تكون بشكل متطفل او متعايش مع حيوانات او نباتات اخرى. اذا توزيعها يكون متباين، ولكن نرجع نقول لازم انه يكون وجودها في القناه الهضميه للانسان او الحيوان حتى تحمل هذا الاسم اللي هو انتيرو بكتريس. هذه صفه عامه للعائله. راح نبدي ندخل جنس جنس ونشوف شنو الصفات اللي تحوي. نبدي باول جنس اللي هو الاشريشيا. النوع اكثر شيء شاع منه هو اشريشيا كولاي. هذا الاي تشوفون الاي مختصر شنو؟ اشريشيا، يحطوا له نقطة وكولاي حتى يصير سبيشيز. فإذا الإي كولاي اللي هي أهم نوع من الإشريشيا تابعة إلى إشريشيا جينوس،
تواجدها مثل ما قلنا موجوده باللور انتستن او اللارج انتستن بالامعاء الغليظه في الكائنات اللي دمها حار وهو من عندها الانسان والحيوانات. ولذلك يسموها بالكوليفورم بكتيريا. الكوليفورم من الكولون لانه موجوده في الكولون اللي هو جزء من الامعاء الغليظه، فلذلك انه اكثر التسميات يسمى بالكوليفورم بكتيريا. فاذا اذا سمعنا كلمه كوليفورم نخلي ببالنا انه ده يتكلم على مجموعه من البكتيريا الانتيروبكتيريسي وخصوصا واحده من عندهن الايكولاي، يعني الكوليفورم مو فقط الايكولاي وانما مجموعه من البكتيريا المعويه. تقريبا كميه الايكولاي اذا نقدرها داخل الجات او داخل الانتستين تقريبا 0.1% يعني 1 ل 10% من مجموع الفلورا اللي موجوده داخل الامعاء. يعني 1 ل 10 هسه اذا نشوفه طبعا قد يكون هو نشوفه يكون رقم قليل لكن هو كبير جدا، لان احنا نتكلم على سبيشيز واحد من مئات الانواع اللي داخل الامعاء. فاذا هاي تؤلف 1 ل 10% من هذه المجموعه وهو رقم كبير بالنسبه لهيك نوع موجود في الامعاء. وبما انه هي متعايشه طبيعيا داخل الانتستين معناه انه ما تاذي الانسان، فهي تكون هارملس عديمه الاذيه ما تاذي. وممكن انه تتحول الى باثوجين لان بعض انواعها لها قدره انه يسوي امراض للانسان، وهذه الانواع هي يسموها سيريوتايب. هاي كلمه سيريوتايب تتكرر عندنا تشوفوها، مره نقول سيريوتايب مره نقول سترين، كل واحد هو معناه انه هذا تقسيم تحت النوع، يعني نفس النوع يقسم الى اجزاء اصغر وهذه الاجزاء تختلف واحده عن الثانيه في بعض الصفات. فاذا هذه الايكولاي قلنا اللي متعايشه طبيعيا واللي المفروض ما تسبب امراض، بعض السيريوتايب كان بيكوز فود بويزنينج، بعض الانواع تسوي تسمم بالتسمم الطعام. وراح ناخذ هسه انواع من الايكولاي والامراض اللي سببها. الايكولاي بطبيعتها انه متواجده داخل الامعاء ما تتحمل انه تخرج للبيئه الخارجيه. يعني اذا انطرحت الايكولاي مع الفيسز مع الخروج الى الخارج اقصى حد تقدر تتحمله 3 دايز ثلاثة ايام. وبالتالي تموت بعدها. هذا معناه انه بالبيئه المفروض ما نلقي ايكولاي. واذا وجدنا ايكولاي بالبيئه فاذا نتوقع انه هذه البيئه الانفايرمنت بيها فيسز حديث، يعني بيها خروج اطلق لفتره حديثه. وهذا يفيدنا هسه راح نشوف انه واحده من فوائد الايكولاي انه تفيدنا كمؤشر لتلوث البيئه. يعني من نشوف الايكولاي بالبيئه اذا هاي المنطقه صار بيها تلوث بالخروج مال الانسان، وبالتالي هذه تعتبر ملوثه وتكون الايكولاي هي مؤشر للتلوث indicator for the contamination. فاذا it can grow massively in fresh fecal matter for 3 days but in number decline slowly. وذلك انه اقصى حد تتحمله وجوده في البيئه هو 3 ايام، بعد 3 ايام تموت هاي البكتيريا. اذا نشوف الخصائص اللي التشخيصيه حتى نفرق الايكولاي اللي هي سبيشيز واحد عن بقيه الانواع اللي موجوده بالانتيرو او الانتستاينال موجوده بالامعاء. الخصائص هي طبعا اذا كانت بعضها مشتركه مثل هي جرام نيجاتيف مثلها مثل البقيه، فاكولتاتيف انيروبيك اختياريه التهويه ورود شيب. بعض انواعها او بعض السترينات من عندها الايكولا يكون موتايل متحرك، وبعض السترينات يكون غير متحرك، يعني كصفه للحركه بعضها تكون متحركه وبعضها غير متحركه. واذا كانت متحركه فحركتها تكون بواسطه اصوات من نوع البيري ترايكس، يعني الاصوات اللي تحيط بجسم البكتيريا من كل جهه، هذه الاصوات هي تساعدها على الحركه. ونرجع نقول مو كل السترينات صح هو نفس السبيشيز، بس بعض السترينات متحركه والاخرى غير متحركه. عندها قابليه مثل ما قلنا مثلها مثل بقيه مجموعه العائله انه تخمر السكريات ميكس اسيد فرمنتيشن، وهذا التخمر راح ينتج منه مجموعه حوامض. قلنا قبل قليل اكثر الحوامض اللي تنتجها هو اللاكتيك اسيد، بس هو مو الوحيد، اكو مجموعه اخرى من الحوامض تنتجها بواسطه التخمر. مثل ايش هاي الحوامض؟ مثل اللاكتيت، تكتينيت،
وممكن كحولات تنتج إيثانول أسيتيت وغازات، ومن أكثر الغازات اللي تنتجها هو CO2 والهيدروجين. وهذه الصفة أيضا ناقشناها سابقا، قلنا أنه بعض البكتيريا عندها قابلية تخمر الكربوهيدرات السكريات وتنتج حامض وغاز، وهذه تفيدنا بالتشخيص. وبعضها ينتج غاز بدون حامض، وبعضها حامض مع غاز، وبعضها لا غاز ولا حامض. هذه فإذا الإيكولاي الآن إذا أريد على هالتصنيف هي تنتج أسيد حامض وتنتج غاز بعملية الفرمنتيشن. التمبريتشر اللي هي أوبتيمم اللي هي مثالية لنمو هذه البكتيريا، بما أنه هي متعايشة داخل جسم الإنسان فهي تفضل درجة 37 درجة مئوية، وبعض السترينات من هذا النوع إلى قابلية تحمل درجات أعلى توصل إلى 49 درجة مئوية. فإذا هذه واحدة من الخاصيات اللي تجعل البكتيريا تتحمل الوجود داخل جسم الإنسان أو الحيوان. إذا نسوي فحوصات بايوكيميكال كيميائية داخل المختبر حتى نفرقها عن بقية البكتيريا، أكو عندنا فحص الإندول وفحص اللايسين ديكربوكسيليز. الإندول اللي هو ناتج من يوريز، لايسين ديكربوكسيليز اللي هو تحلل الأمينو أسيد لايسين، هذن تكون نتيجة بوزيتيف. فإذا الإيكولاي تقدر تحلل ذن المركبين، وإذا خليناه على مجموعة سكريات نشوف أنه تقدر تسوي فرمنتيشن للمانتول وتنتج من عنده غاز من الجلوكوز. إذا ذن السكرين المانتول والجلوكوز هي تفضلهم الإيكولاي حتى تخمرهم وتنتج من عندهم الغاز. إذا زرعنا الآن العينة اللي هي فيسز مثل الخروج، أريد نشخص الإيكولاي ونفرقها عن بقية البكتيريا المعوية، نزرعها على وسط زرعي خاص Selective Media. هذا الوسط الزرعي مختصرة EMP اللي هو إيوسين ميثيلين بلو. من نزرع العينة على هذا الوسط، المفروض الإيكولاي لها خاصية. شنو خاصيتها حتى نميزها؟ إنه يكون الكولوني مالتها بلاك سوداء، وهذا السواد مو سواد داكن وإنما يكون كأنه غرينيش بلاك مائل للخضار وبي لمعة برايت، أو فلذلك يسموه ميتاليك شين. شلون اللمعة مال الفسفور ولكن لونه يكون على سواد أخضر. فإذا شفنا هيج كولوني على هذا الوسط نقول هذه إيكولاي، ونفرقها عن بقية الإنتيروبكتريسي اللي ما تكون هذا اللون على هذا الوسط. إذا ذن الخصائص اللي نقدر نعتمد عليها حتى نفرق الإيكولاي أو نشخصها ونفرق عن بقية العائلة. قلنا قبل قليل إنه الإيكولاي تحوي على مجموعة كبيرة من تحت السبيشيز، تحت النوع، وسميناه بالسيريوتايب. والسيريوتايب هو طبعا هذا المصطلح هو نتيجة تفاعلات المصلية اللي هو سيريولوجي، يعني لازم اكو انت جين واكو انتي بودي. فهذا التفاعل وجدوا انه بعض السترينات تعطي اشكال مختلفه من التفاعلات، فلذلك فرقوا الايكولاي الى مجموعه سيريوتايبس. اذا نرجع نقول شنو الاساس اللي فرقوا به هذا السيريوتايب، بالنسبه للايكولاي تحوي هاي البكتيريا على في سطحها او في جسمها على انتيجينات، على اجسام انتيجين. هذا الانتيجين طبعا هي اللي تحفز الخلايا المناعة دائما، لأن المناعة هي تفرز أنتيبودي وتلقى أنتيجين فراح يصير تفاعل وتقضي على البكتيريا. فعندما يعني حددوا نوع الأنتيجين اللي موجود بالإيكولاي وجدوا إنه there are three types of antigen، ثلاث أنواع من الأنتيجينات. على ضوء هذه الأنتيجينات وقسموا الإيكولاي إلى سيريوتايب إلى تحت النوع. النوع الأول من الأنتيجين سموه أو أنتيجين، وهذا الأو أنتيجين هو تركيب يمثل جزء من اللايبوبوليساكرايد لاير من الطبقة الخارجية أو من السيل وول بالنسبة للبكتيريا، فهو هذا موجود بالسيل وول. وقسموا البكتيريا على ضوء هذا الأو أنتيجين إلى أو أنتيجين 1 إلى حد أو أنتيجين 181، يعني من 1 إلى 181 سيريوتايب قسموا الإيكولاي اعتمادا على وجود فقط الـ O antigen،
وطبعاً هذا الأنتيجين يختلف من واحد إلى الثاني. الأنتيجين الثاني، النوع الثاني اللي هو كي أنتيجين، هذا الأنتيجين موجود إذا كانت البكتيريا تحوى على كبسول، والكبسول هو الجدار اللي هو خارج السيل وول، يكون ثيك وميوكس لايك، يكون شيء هو سميك ويشبه المادة المخاطية. ليش مادة مخاطية؟ لأنه متكون من مادة البوليسكرايد. اعتمادا على الكي أنتيجين أيضا قسموا الإيكولاي إلى سيريوتايب. الأنتيجين الثالث واللي يعتمد على الفلاجيلا على الأصوات نسميه بالH أنتيجين، وهذا تركيب على الفلاجين، وهذا الفلاجين هو واحد من مكونات الفلاجيلا الأصوات، وعلى ضوء قسموا الإيكولاي إلى 53 سيريوتايب. فإذا اعتمادا على ذني الأنتيجينات نشوف إنه الإيكولاي تقسمت، وهسه راح ناخذ مثال على واحده من التقسيمات الايكولاي اللي مهمه جدا في احداث الامراضيه. الان اذا نشوف الايكولاي اللي هاي قلنا هي نورمال فلورا متواجده طبيعيا داخل جسم الانسان، وقلنا بعض السترينات تتحول الى مرضيه. لماذا بعض السترين تكون مرضي؟ لان هذه السترينات تكون قادره على افراز التوكسين، السموم والفيرينس فاكتور، وعندها عوامل ضراوه. فإذا السترين اللي عندها توكسين تفرز سموم وعندها عوامل ضراوة هي اللي تكون باثوجين، هي اللي تكون مرضية، وتختلف عن النورمال إيكولاي اللي هي طبيعية ما عندها أي قابلية إنه تسوي أمراض. انتقال هذه السترين اللي هي مرضية يكون عادة من شخص إلى آخر بواسطة الفيكال أورال روت. شو يقصد بالفيكال أورال؟ إنه من يتلوث إيد الإنسان، الايدين مالته تتلوث بالخروج، وهذا التلوث ممكن يلوث الطعام اللي تمسك الايد او الشراب، وبالتالي يتناوله الشخص اخر، وهذه هي طريقه الانتقال. اذا هي من الفيكال خروج، وممكن تدخل الفم عن طريق الايادي الملوثه وتنتقل من شخص الى اخر. اكثر الديزيز اللي يسبب الايكولاي تسوي الفود بويزنج، تسمم الطعام، سيبتيك شوك، وهذه اذا انتشرت طبعا بالدم، نيونيتال منشتايتس اللي هو التهاب السحايا عند حديثي الولاده، وعندنا اليو تي اي او اليورناري تراكت انفكشن، اصابات الجهاز البولي، وهذه خصوصا اليورناري تسبب نوع خاص من الايكولاي عندها عوامل ضراوه خاصه يسموها باليورو باثوجينيك ايكولاي، مختصرها يو بي اي اس، يورو باثوجينيك ايكولاي. هذه هي عادة تنتقل من الجهاز الهضمي إلى الجهاز البولي، وخصوصا عند النساء عن طريق التلوث، يتلوث الأيادي أو المناطق فتنتقل وتسبب إصابات بالجهاز البولي نتيجة هذا التلوث. عندنا حالة شائعة جدا تسببها الإيكولاي وهي الدياريا اللي هو الإسهال، وهذا الدياريا أو الإسهال هذا يسبب سترينات مختلفة، عزلات مختلفة من الإيكولاي، كل واحدة تسبب نوع خاص من الدياريا، يعني هو صح إسهال ولكن يختلف شكله من نوع لآخر. بس راح نشوف شنو العزلات اللي يسبب هذا المرض، ونشوف شنو خصائصها على ضوء اللي تعطيها إمكانية أن تكون مسببة للدياريا. أول سترين ممرض ويسبب الدياريا نسميه انتيرو توكسيجينيك إيكولاي. هذا المصطلح اللي تشوفون الاي تي هذا اخر حرفين اي كولاي، هذا تابع للاي كولاي، هتشوفوه مستمر ويا كل السترينات. اللي يختلف عندنا شنو الحرفين الاولى الاي والتي اللي هو انتيرو توكسوجينيك. فبما انه توكسوجينيك اذا اكو توكسين بالموضوع، اكو سموم. هذه العزله من البكتيريا تسبب دياريا من النوع الووتري دياريا، يعني اسهال يشبه الماء، سائل جدا وقوي وصافي، ما بي بلد، ما بي التهابات، وهذه خصوصا عند الشلدرن، عند الاطفال، وعند البالغين ممكن يسبب ترابل دياريا اللي هو بعض الناس انه يسبب عندما يعني يتناول طعام خلال السفر مالته، الطعام ملوث يصير عنده اسهال، فهذا يسموه ترابل دياريا اللي يسبب هاي العزله. ليش هاي العزله هي تسبب الدياريا؟ لان عندها توكسين فرزه يسموه انتيرو توكسين، وهذا الانتيروتوكسين نوعين فرزة هاي البكتيريا. النوع الأول نسميه هيت ليبل،
وهو معناه السم اللي يكون حساس للحرارة، مختصر LP. هذا التوكسين يكون لارج، كبير بالحجم، ويشابه التوكسين اللي تفرزه بكتيريا الكوليرا، فلذلك يسموه كوليرا توكسين، similar to كوليرا توكسين. فإذا بيش يشابه؟ يشابه بالستركتشر وبالفانكشن. إذا هذا الألتي، هذا النوع من السموم اللي تفرزه الإيكولاي، فعاليته وتركيبه يشبه ما تفرز السم اللي البكتيريا الأخرى، نوع آخر تابع لعائلة أخرى اللي هي الفيبيريو أو الفابيريو، ويسموه بالكوليرا توكسين. النوع الثاني من الانتيرو توكسين يسموه هيت ستيبل ST، هذا يقاوم الحرارة، حجمه يكون صغير أصغر من الأول، ويسبب دياريا نتيجة شنو؟ نتيجة أنه هذا التوكسين يأثر على الخلايا الطلائية للأمعاء، ويخرج من عندها الفلويد، السوائل تخرج من الخلايا، ويخرج من عندها الإلكترولايت، يخرج من الآيونات. هذا السوائل والآيونات من تخرج بكثرة إلى داخل الأمعاء يخرج بشكل إسهالي. فإذا الدياريا هو عبارة عن تأثير السم على جدران الأمعاء. إذا ذني نوعين من الانتيروتوكسين تفرز هذا السترين خصوصا اللي هو انتيروتوكسينيك ايكولاي. وعموما هذا السترين هو يكون نون انفيسيف، يعني هذا الدياريا صح ده سبب اسهال، بس اسهال مو مؤذي، ما بي اذيه للانسجه، ما بي تحطيم للانسجه، مجرد انه سوائل تخرجها من داخل الخلايا للخارج، وطبعا الى اذيه انه راح يسوي ديهايدريشن، جفاف، واذيه للانتستاين. والصفة الثانية بهاي البكتيريا انه متواجدة دائما في الانتستاين، يعني ما نقدر نلقيها بالبيئة، وجودها الطبيعي موجود فقط في الهيومن انتستاينال داخل الامعاء. اذا هذا السترين الاول يسبب ووتري دياري وهو نون انفيسيف. السترين الثاني نسميه انتيرو باثوجينيك ايكولاي، وهذا ايضا يسبب ووتري دياري، ايضا يسبب دياري يكون شكل ما وائي، ولكن اكثر شيء عند الرضع الاطفال. فرق عن النوع الاول انه هذا الدياري مو سببه احتواء على سم اس تي وال تي، لان هاي العزله ما عندها هيك قابليه لان تنتج سموم، وانما اذا ماكو سموم شنو اللي يسبب الدياري؟ يسببها انه هذه العزله تحوي على فيريانس فاكتور، على عوامل ضراوه. هذه العوامل الضراوه تشابه عوامل الضراوه لبكتيريا اخرى يسموها بالشيجيلا، وهاي ان شاء الله الاسبوع الجاي راح نناقشها. فاذا هذا الفيرنس فاكتور اللي تنتجها الايكولاي من نوع الانتيروباثوجينيك هي اللي يسبب الوتري دياريا، وعمليه احداثها لهذا الوتري دياريا تشبه ما سببه بكتيريا الشيجيلا، لان عندها نفس عوامل الضراوه، وايضا يكون نون انفيسيف، ما بها اذيه، مجرد دياري. النوع الثالث وهو اخطر الان انه انتيرو انفيسيف ايكولاي EIEC، هذا من اسمه انفيسيف، معناه انه دا يصير اكو اذيه بالتشو. فالنتيجه شو راح ينتج؟ ينتج بلودي اور نوت بلودي دياري، راح ينتج اسهال ولكن يحوى على دم، وبعضها قد يكون ما حاوى على دم. ليش هيحوى على دم؟ لان دا يصير تحطم واذيه للتشو للانسجه، وراح يخرج البلود مع الدياري. هذا الدياري او هذا النوع من الاسهال يشابه الاسهال اللي يسببه الشيجيلوسيس، اللي ايضا يسببه بكتيريا الشيجيلا، وهذاك المرض اللي يسبب الشيجيلا يسموه شيجيلوسيس، وهو ايضا يسوي اسهال ولكن اسهال بلودي، يكون دموي. يكون الخاصيه اللي بيه انه هذه الاسهال اللي يسببه هذه الايكولاي يكون هاي فيبر، هذا النوع يصاحبه دائما حمى، يعني الشخص اللي يصير عنده اسهال بلودي دياريا يكون عنده حمى، وبذلك نفرق عن الشيجيلوسيس، نفرق عن الاسهال اللي يسبب الشيجيلا، انه ذاك يكون بدون حمى، لكن هذا اللي يسبب الايكولاي يكون ويا حمى، حتى نقدر نفرق نوع الاسهال عن بعض. يعني اثنينهم هو بلودي دياريا، ولكن حتى نعرف منو يسبب الايكولاي ومنو يسبب الشيجيلا، الإيكولاي يكون متحمل صاحبة حمى، والشيجيلا يكون بدون حمى. هذا السترين الثالث. السترين الرابع وأيضا يسبب دياريا، ولكن هم مؤذي،
انتيرو هيموراجيك. هيموراجيك معناه اكو بليدنج، اكو دم. فاذا هذا الدياري يكون بلادي دياري، وايضا معناه انه يصير اذيه للانسجه، وهذه الاذيه راح يصاحبها خروج الدم مع الدياري. السترين اللي تابع على هذه وهي خطره، واللي قبل قليل قلنا قسمناها الى سيريوتايب، هي او 157 او 157 اف 7. هاي تحوى على انتجين او رقم 157 وانتجين اتش رقم 7. هذه العزله هي اكثر العزلات الانتيرو كوكاي او الايكولاي اللي تكون مرضيه واللي تسبب انتيرو هيموراجيك بلادي دياري. الخاصيه اللي بيها اللي نفرقها عن النوع السابق اللي ايضا يكون بلادي دياري، انه there is no fever، لان ما عنده حمى الشخص. وبالتالي على ضوء هذه الصفه نقدر نفرق هذا النوع من الاسهال عن الاسهال السابق اللي سببها انتيرو انفيسن اللي هي المرضيه. هذه العزله ايضا مو بس تسبب بلادي دياري، تسبب هيمولايتيك يوريميك سندروم اللي هي اذيه بالجهاز البولي وخصوصا الكدني الكلية، فيصير بها اذيه نتيجه هذه البكتيريا عندما تنتقل للجهاز البولي، وهذه الاذيه قد تسوي تؤدي بالنهايه الى كدني فيلر، الى فشل في عمل الكليه. ليش انه عندها قابليه انه تسبب هذا الاصابات البوليه؟ لان هذه العزله الايكولاي اللي هي اي اتش اي سي عندها قابليه انه تفرز توكسين، هذا التوكسين يسمى شيكا توكسين، يعني نفس التوكسين اللي تفرزه بكتيريا الشيجيلا. وهذا الشيكا توكسين هو عاده نتيجة إصابة البكتيريا بفاج، لأنه البكتيريا الآن عندما تصاب بفاج أو بكتيريوفاج أو فيروس قلنا يصيب البكتيريا، يدخل جينات إلى داخل البكتيريا، هذه الجينات تفرز سموم تؤدي إلى صناعة السموم، ومن هذه السموم هي الشيجا توكسين. وهذا رجعنا لنوع سابق شرحناه قلنا إنه أيضا يسبب توكسين نتيجة الإصابة بالفاج، اللي هو الكوريني بكتيريا اللي يسبب الدايفتيريا، وقلنا انه نتيجه اصابته بالفاج راح تفرز التوكسين. اذا هذا النوع اصابته افراز التوكسين يكون نتيجه اصابته بفيروس للبكتيريا اللي هي تسبب البلادي دياري. هذا النوع الرابع. النوع الخامس هنا الانتيرو اجريتيف ايكولاي. هذه البكتيريا هذا السترين يسبب هنا ووتري دياريا، ولكن اختلافها شنو؟ انه نوع الووتري اما يكون اكيوت حاد جدا او كرونيك لفترات طويله، لكن ايضا without fever ما بي حمى، ما يرافق اي حمى. وهذه البكتيريا عاده بما انها ووتري دياريا اذا هي نون انفيسيف غير مؤذيه للنسيج، لانه ما شفنا بلط بالدياريا بالاسهال، مجرد انه ووتري. وممكن انه بعض العزلات من عندها انه عندها توكسين هو نوع اس تي انتيروتوكسين، واللي يشبه التوكسين اللي شرحناه بسترين اي تي اي سي. وهذه اذا عندها هيج توكسين ممكن انه يسبب اذيه للنسيج، بس عموما كسترين هي تسبب ووتري دياريا بدون بلط. السترين السادس adherent invasive E. coli. هذا السترين يسبب مرض اسمه كونز ديزيز، ووحدة من علامات هذا المرض انه الدياري، ايضا يسبب اسهال. وطبعا هذا الديزيز هو موجود في الانتستانر في الامعاء، ويسبب مجموعة من الاعراض، واحدة من عندهن الدياري او الباول ديزيز. وهذه البكتيريا تكون غير شائعه ولكن تسوي اصابات عند بعض الاشخاص. اذا الان صار عندنا سته سترينات، كل سترين من الايكولاي له قابليه انه يولد نوع خاص من الدياريا اعتمادا على التوكسين او الانفيسيف او النون انفيسيف على شدته للاصابه. الان تكلمنا على الامراضيه اللي يسببها الايكولاي، ولكن مثل ما لها امراضيه لها فائده لجسم الانسان، بما انه هي نورمال فلورا موجوده بالامعاء، اذا الايكولاي ايضا لها بنفت، لها فوائد، لها ادفانتج، لها منافع للانسان. اذا نلخص المنافع راح نلقي انه ثلاث
أشياء مهمة تفيد بها جسم الإنسان. أول شيء تقوم الإيكولاي production of vitamin K2. الإيكولاي عنده قابلية أنه تنتج فيتامين نوع K2، وهذا الفيتامين طبعا مهم في خضرة الدم وبلاد كلوتينج. بس هذا مو معناه أنه لأنه دا ينتج K2 بلا ما يسوي خضرة داخل الأمعاء، لا، وإنما أنه يساهم في حصول الخضرة عند حصول جرح أو حصول أذية أو نزف من الجسم. فإذا هذه فائدة مهمة للبكتيريا أنه صنع فيتامين جسم الإنسان ما يقدر يصنع. الخاصية الثانية أنه وجود الإيكولاي بالإنتستين يسويها، يجعلها في كومبتيشن، يجعلها في منافسة مع بقية البكتيريات والأحياء الموجودة بالأمعاء. وبالتالي هذه المنافسة تخلي الإيكولاي تقتل أو تحدد من نمو الأحياء البقية وخصوصا المرضية. وإذا حددت وجود المرضية معناه أنه تحمي الجسم من الإصابات. فإذا هي preventing colonization of intestine with pathogenic bacteria، تمنع الباثوجينيك بكتيريا أنه تتكاثر داخل الأمعاء. النقطة الثالثة وهي وضحناها سابقا أنه قلنا أنه الإيكولاي عادة معيشتها داخل جسم الإنسان، وإذا وجدناها بالبيئة معناه أنه هذه البيئة صار بها تلوث بالفيسس بالفضلات بالخروج مع الإنسان. فإذا الإيكولاي سوت بالحالة عملت مثل الانديكيتر مثل المؤشر على تلوث البيئة. فإذا وجدناها بالبيئة نقول إنه هذه البيئة ملوثة حديثا وليس قديما، لأنه ما تتجاوز 3 أيام في مثل ما وضحنا معيشتها داخل البيئة، وبالتالي نحكم إنه هذه البيئة إنه تكون ملوثة. وهذه الخاصية تفيدنا أكثر شيء لفحص الماء، يعني إحنا المياه الشرب حتى نعرف إنه مثلا نأخذها من النهر، هذا النهر ملوث بالخروج أو فضلات الإنسان. واحدة من المؤشرات إنه نبحث على الإيكولاي، إذا لقينا إيكولاي بالماء إذا هذا الماء ملوث بالفضلات ولازم يتعقم أو يصفى حتى نخلص من البكتيريا، وبذلك صارت هذه البكتيريا مثل المؤشر على التلوث. إذا ذني 3 فوائد للإيكولاي مفيدنا جدا بالنسبة للإنسان، مثل ما لها أمراض لها فوائد. الجنس الثاني اللي قلنا نتكلم عنه الآن، تكلمنا عن الإشريشيا كولاي أو مختصرها إيكولاي. الآن نتكلم عن كليبسيلا، والكليبسيلا هي جنس آخر من مجموعة الانتيروبكتيريسي. هذه البكتيريا عادة متواجدة بالطبيعة، يعني مو فقط موجودة بالأمعاء مال الإنسان، لا، ممكن نشوفها بالطبيعة، ممكن نشوفها بالووتر بالسويل، على البلانت، على النباتات، على الإنسكت، على الحشرات، وطبعا في الإنسان والحيوانات. إذن هذه متنوعة التواجد. وهنا اكو فرق انه الكليبسيلا من نشوفها بالبيئه ما نقول انه هذه البيئه ملوثه، مو شرط، لانه اكو هي يعني هي عايشه بالبيئه بدون فيسز بدون فضلات انسان، يعني هي معيشتها بالتربه. فاذا هنا هي ما تعتبر مؤشر للتلوث، وانما وجودها الطبيعي هو متنوع داخل البيئه. هذه الكليبسيلا مثل ما موجوده قلنا بالبيئه موجوده نورمال فلورا في جسم الانسان، وطبعا ممكن مو فقط داخل الانتستين داخل الامعاء، لا، ممكن نشوفها في اجزاء اخرى من جسم الانسان، يعني نقدر نشوفها بالنوز بالانف، نقدر نشوفها بالماوث بالفم، يعني نقدر نعزلها من الانف، نقدر نعزلها من الفم، لانه هي نورمال فلورا، وبالتالي بانه مكانها يكون اكثر من مكان داخل جسم الانسان. الصفات التشخيصيه لهذه البكتيريا يريد يشخصها، هي طبعا جرام نيجاتيف مثل بقيه العائله، ايروبيك اور فاكولتاتيف انيروبيك، اما هوائيه وتكون اختياريه لهوائيه، جميعها تكون نون موتايل غير متحركه، ما عندنا كليبسيلا لحد الان تكون متحركه، وعندها قابليه انه تنتج الكبسول. اذا هذه صفات مميزه لهذه البكتيريا انه عندها كبسول غير متحركه نون موتايل، وطبعا هي ايروبيك اور نون ايروبيك. شكل المورفولوجي of the cell، شكل الخارج للخلية تكون رود يعني عصوي، وقد تكون انه هذا العصوي تقصر وتثخن، تكون shorter and thicker، واذا صارت قصيرة وسميكة اصبحت يسموها كوكو باسيلاي، يعني لا هي كروية ولا هي عصوية. وهذا الشكل مميز للكليبسيلا، نقدر نفرقها عن بقية بكتيريا الانتيرو بكتيريس.
تستطيع انه كان جروث اون 35 تو 37 سنتيغريد، تتحمل 35 37 وهي درجه حراره الجسم، والبي اتش يكون 7.2، وهذا البي اتش يكون نيوترال متعادل. وهي بالمناسبه هذا البي اتش هو صفه عامه للبكتيريا، تقريبا نسبه جدا عاليه للبكتيريا تحتاج الى بي اتش متعادل، ما تقدر تعيش في بي اتش حامضي او بي اتش قاعدي، وانما تفضل دائما البي اتش المتعادل. ترتيب البكتيريا من نشوفها نفحصها تحت المجهر، هذا الشكل العصوي اللي قلنا عليه او اللي هو سميك، قد يكون بشكل سنجل يعني خلايا مفرده معزوله عن بعض، او قد تكون بيرز بشكل ازواج خليتين واحده بصف الاخ، او بشكل تشين سلاسل يعني اكثر من خليتين مع بعض. فاذا نشوف انه شكلها يكون ترتيبها ترتيب الخلايا مختلف، مو شرط نشوفها معزوله عن بعض، وانما قد تتجمع مع بعض بشكل خليتين او اكثر من خليتين بشكل سلاسل. الكليبسيا اللي بطبيعتها انه تقدر تنمو على كل انواع الميديات اللي بالمختبر، يعني ما عندها خاصيه انه لازم نوفر لها بكتيريا خاصه مثل ما تكلمنا عن نايسيريا. النايسيريا قلنا فاستيديوس، يعني تحتاج ظروف وعوامل خاصه حتى تنمو. بينما الكليبسيا اللي اضافه للايكولاي طبعا هي تقدر تنمو على الاوردينري ميديا، ميديات العاديه بدون اي اضافات وبدون ريكوايرمنت، بدون متطلبات، مثل اي بكتيريا تابعه للانتيرو بكتيريا. اذا هذه الصفات اللي هي مهمه حتى نفرق بها البكتيريا الكليبسيلا عن بقيه الانتيرو بكتيريسي وحتى عن بقيه الانواع البكتيريا. اذا نشوف الستيريوتايب اوف كليبسيلا، شلون تكلمنا على انواع الايكولاي، قلنا اكو بها انتيجينات، على ضوء الانتيجينات قسموا الايكولاي الى ستيريوتايب. هنا الكليبسيلا ايضا تحوى على انتجين وهي قسموها الى سيريوتايب. الكليبسيا اللي هنا كونتين اونلي تو انتجين، هذه تختلف عن الايكولاي تحوى على اثنين انتجين، الاو انتجين وهذا قلنا موجود بالليبو سكرايد، وتقريبا قسم البكتيريا الى 9 فيريانت الى 9 جروب، وعندنا الكي انتجين اللي هو موجود بالكبسول بولي سكرايد وقسم البكتيريا الى 80 فيريانت او 80 ستيريوتايب. تشوفون انه عندنا اثنين، بعد عندنا واحد ما موجود عندنا كليبسيلا وهو الاتش انتيجين. ليش ماكو اتش انتيجين؟ لان البكتيريا هنا قلنا نون موتايل غير متحركه، وبالتالي بانه ما تحتاج الاتش انتيجين مثل عكس الايكولاي اللي بيها الاتش انتيجين. اذا عندها تو انتيجينز ومهمه جدا لتصنيفها الى ستيريوتايب. اذا نشوف الامراضيه اللي تسببها كليبسيلا، طبعا مثل اي بكتيريا اخرى تحت ظروف معينه ممكن تتحول الى مرضيه رغم انه متعايشه كنورمال فلورا. اكثر الامراض اللي يسببها الكليبسيلا وهي امراض قد تكون شديده الخطوره مثل نيموني التهاب الرئه، يورناري تراكت انفكشن يو تي اي اصابات الجهاز البولي، سبسيس واللي عندما تنتشر بالدم، منشتايتس والدياريا الاسهال ايضا، peritonitis and soft tissue infection. اذا عندنا مدى واسع من الاصابات تقدر تسبب الكليبسيلا. واذا نريد نحدد اخطر انواع الكليبسيلا هذا كجنس سبيشيز، اخطر الانواع اللي تسبب الامراض هي كليبسيلا نيموني، ومن اسمها نيموني اذا هي تسبب مرض النيمونيا اللي هو التهاب الرئه، وهذا طبعا مرض خطير. ويجي بعدها بقدرتها على الامراضيه نوع اخر هي كليبسيلا اوكسيتوكن. فاذا ذن السبيشيز الاثنين ان اخطر انواع بكتيريات الكليبسيلا اللي يسبب الامراض. واذا نشوف اكثر الاشخاص من اللي ينصابون بالكليبسيلا، اكثرهم اللي يكونون فيري يونغ الشباب اللي هم صغار العمر، والفيري اولد والكبار السن اللي هم اعمارهم فوق ال 55 او 65 سنه، بينما الفيري يونغ اللي هو يكون بين 12 الى 18 سنه، وبعض الاشخاص الاخرين اللي عندهم اندرلاينج ديزيز اللي عندهم امراض اخرى مثل امراض مثلا الدايبيتس مثل السكري، او امراض انه عنده ضعف المناعه، فهذه كلها تساعد على حدوث الاصابه بالبكتيريا. ومثل الامراض اخرى مثل الكانسر
السرطانات، وطبعا السرطان يعني معناه انه الشخص قاعد يعالج بمواد كيميائيه مضاعفه للمناعه، وهذه هي اللي تساعد على انه بقيه الاحياء المجهريه انه تنشط وتسبب اصابات. هذا مختصر عن الجنسين اللي تابعه للانتيروبكتيريا.